المميز قدمت عرض تشكر عليه بأول الأشواط. ينطلق شوطنا أيضا الشوط الأول لفية الجعدان. الصعوبة أول أشواط الجعدان بالشارة المقدمة من سعيد برسيل بن دليوي مباشرة مع المركز الأول جلمود صالح بن راشد بن سعيد العويسي قادم من السلطنة. يقدم لنا جلمود المركز الثاني الضبي حمد بن عوض بن حارب بن عبد الله الكتبي والوصول أيضا مع مياس خليفة بن سرداح الكتبي. يقدم لنا مياش أيضا الوصول مع انطلاقة أيضا مايهاب علي بن محمد بن مطر بن غدي الكتبي يتقدم مع مايهاب والأجامي قادمة والشعارات قادمة بهذا المسار. أيضا الوصول من الأجامي القادمة ولكن البداية مع الضبي حمد بن عوض بن حارب بن عبد الله الكتبي يتقدم على المركز الأول يتقدم على الصدارة. المركز الثاني شاهين سالم برايد بالضبيعة يقدم لنا شاهين والأجامي قادمة. أيضا الوصول والقدوم أيضا مع انطلاقة شاهين محمد بن راشد بن مرخان ولكن جلمود قادم صالح بن راشد العويشي يتقدم مع جلمود والأجامي قادمة والأسامي قادمة بأول أشواط الجعدان الصعوب بأول الأشواط. ولكن الضبي حمد بن عوض بن حارب بن عبد الله الكتبي يتقدم على المركز الأول يتقدم على الصدارة وعلى مقدمة هذا الشوط. وين الفوز؟ ولكن انطلق الضبي بعد المسافة الضبي مع المركز الأول حمد بن عوض بن عبد بن حارب بن عبد الله الكتبي بأول أشواط الجعدان. ولكن جلمود قادم صالح بن راشد العويشي يقدم جلمود بالأمتار الأخيرة. ولكن حمد بن عوض بن حارب بن عبد الله الكتبي مع الفوز والانتصار ينتزع ناموس هذا الشوط. وجلمود من وصل على المركز الثاني صالح بن راشد العويشي المركز الثالث اللي وصل على المركز الثالث بالأداء المميز اللي هو أيضا شاهين حمد بن خميس حمد بن خميس العويسي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. تهانينا التوقيت 2:17 تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمن قدم لنا ايضا هذه النوعيه المميزه الضبي حمد بن عوض بن حارب بن عبد الله الكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.